استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصافرية معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني، رئيس الدورة 45 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والدكتور صالح بن حمد التويجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والدكتور جلال محمد العويسي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، والسيد رامي جميل الناظر رئيس الهلال الأحمر المصري، والسيد ياسين أحمد عباس رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي، والسيد يونس نمر الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وخلال اللقاء تسلم جلالة الملك المفدى قلادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده الإنسانية الكبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تشرف بتقديمها لجلالته الدكتور صالح بن حمد التويجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. وتعد هذه القلادة من أرفع الأوسمة التي تمنحها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لملوك ورؤساء الدول الذين قدموا خدمات جليلة للحركة الدولية والصليب الأحمر والهلال الأحمر. بعد ذلك ألقى الدكتور صالح التويجري كلمة شكر وتقدير لجلالة الملك المفدى. في هذا اليوم المبارك من أيام الإنسانية يشرفني والأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أن نحظى بلقاء جلالتكم قائداً للعمل الإنساني بكل متطلباته المادية والمعنوية. فمملكة البحرين بفضل الله ثم بتوجيهاتكم السديدة ذات يد طولة في ساحة العطاء الإنساني، وإننا في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر نتابع بكل تقدير تلك الأعطاءات والمواقف النبيلة لخدمة العمل الإنساني من لدن مملكة البحرين على الصعيد المحلي والخارجي. صاحب الجلالة، تقدير من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر للعطاء الإنساني البحريني، فقد قررت الهيئة العامة للمنظمة في اجتماع دورتها 43 منح جلالتكم قلادة أبو بكر الصديق من الطبقة الأولى، والذي أتشرف اليوم وزملائي من أعضاء اللجنة التنفيذية تسليم القلادة إلى جلالتكم، شاكرين ومقدرين لمقامكم الكريم التلطف باستلامها. ورحب حضرة صاحب الجلالة بالجميع وأعرب عن شكره وتقديره للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، مثنيا جلالته على دورها المهم في تعزيز العمل الإنساني العربي المشترك ودعم جهود الجمعيات الوطنية العربية في المجالات الإنسانية والإغاثية على مستوى المنطقة العربية وفي مختلف مناطق العالم، منوها في الوقت ذاته بالتعاون والتنسيق القائم بين جمعية الهلال الأحمر البحريني والمنظمة العربية في هذا الجانب. وأشاد جلالته بما توليه مملكة البحرين من اهتمام ورعاية للعمل الخيري الإنساني والتطوعي، مؤكداً اعتزازه بسجل المملكة الحافل والمشرف ومبادراتها الرائدة في المجالات الإنسانية والخيرية والتي تجسد إيمان أبناء البحرين الكرام بقيم الخير والتكافل والتضامن النابعة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا البحرينية الأصيلة. وثمن جلالته جهود جمعية الهلال الأحمر البحريني ورسالتها النبيلة وإسهاماتها في مجال العمل الإغاثي والإنساني ومساعدة اللاجئين والمنكوبين في مختلف الدول والتخفيف من معاناتهم وتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية الإنسانية، فضلاً عن نشر ثقافة العمل التطوعي بما يسهم في ترسيخ قيم التكافل وروح التعاون والعطاء في المجتمع البحريني. وأكد جلالة الملك المفدى على نهج المملكة الثابت والقائم على التعاون والتضامن مع الشعوب خاصة في الظروف الصعبة في إطار تعزيز الأخوة والروابط الإنسانية،
متمنيا جلالته لرئيس وأعضاء المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر كل التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة خدمة للبشرية جمعاء. من جانبه رفع معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني رئيس الدورة 45 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أسمى آيات الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته باستقبال وفد المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي تشرف أمينها العام وأعضاؤها بتسليم جلالته أعلى أوسمة المنظمة تقديرا لدور جلالته في دعم وتشجيع العمل الإنساني. وقال معاليه إن تشرفنا هذا اليوم بتقديم الوسام إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى أيده الله لهو تقدير مستحق ويعكس المكانة العالية ونظرة الاحترام التي تكنها المنظمة وكافة الجمعيات المنضوية تحت مظلتها إلى جلالته بوصفه قائدا إنسانيا ملهما ولمملكة البحرين التي لا تتوانى عن دعم العمل الإنساني والإغاثي والتطوعي.